وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد، مسار مصري في التصعيد المستمر في قطاع غزة وثوابت تتحدث عنها الخارجية المصرية، سواء ضبط النفس، التهدئة، والرجوع إلى المرجعيات والشرعيات الدولية والاتفاقات من أجل حل الأزمة، كيف تقيم الموقف حتى اللحظة سواء ميدانيا أو سياسيا؟ يعني الحقيقة تستمر الدولة المصرية في لعب دورها المتقدم والمتميز، والذي تم عرض البعض منه منذ قليل في محطات تاريخية متتالية ومتوالية، لكن ربما اتخذت بعد له رؤية استراتيجية أبعد اعتبارا من تاريخ 2014. وحتى الآن استطاعت مصر أن تحظى قدر عالي جدا من الثقة على مستوى المجتمع الدولي وعلى مستوى الأطراف الفاعلة وذات الارتباط بالقضية الفلسطينية، وهذا الأمر دفعها للعمل على أكثر من مسار الحقيقة، وهي بدأت في الأحداث الأخيرة بتنشيط وتفعيل كافة هذه المسارات على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وأيضا البعد الإنساني، الذي لا تدخر مصر جهدا في التأكيد على ضرورة حل إشكاليات الاحتياجات الإنسانية. نعم. من التي تحتاجها الذي يحتاجها الشعب الفلسطيني والمواطنين في قطاع غزة على وجه الخصوص، وهنا نتحدث عن إعادة الإعمار، نتحدث عن أغذية وخدمات طبية، إدخال مزيد من الوقود وخلافه، متطلبات الأساسية وتقديم الخدمة الصحية العاجلة لكل المصابين والذين يحتاجون إلى علاجات. هذا الأمر أعتقد على رأس أولويات التحركات المصرية في هذه الفترة الصعبة والمعقدة. الملف يحظى بأكبر رعاية من الجانب المصري، هو تحت إدارة مباشرة من القيادة السياسية المصرية، وده لاحظناه في البيان الذي صدر أول من أمس من السيد الرئيس، وهو حدد مجموعة من الإشارات والضوابط أعتقد ساهمت بشكل كبير في وضع كثير من النقاط على حروف. واليوم ونحن نتحدث الآن جهود مصرية مكثفة ذات صلة بما تحدثنا بشأنه من أجل محاولة تخفيف الأعباء على الأشقاء في الداخل الفلسطيني، في نفس الوقت اللي بيجري فيه الأحاديث مع الأطراف الدولية الكبرى من أجل صياغة تهدئة ووقف إطلاق النار والعودة مرة أخرى إلى ثوابت الحل للقضية الفلسطينية التي ترتكز على مشروع الدولتين والدولة الفلسطينية بحدود 67، الرابع من يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية. نعم، ولكن ما الذي سيحلحل هذه المواقف الميدانية والتصعيد الذي ما زال مستمرا في ظل هذه الاتصالات الدولية واتصالات مصر مع كافة الأطراف الفاعلة لحل الأزمة؟ الأزمة في لحظة سخونة، لا يمكن إنكار ذلك. هناك تصعيد بشكل كبير من الجانب الإسرائيلي، تتصل مصر بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل البدء في خطوات إنسانية، توفير ممرات آمنة، إدخال شحنات لمستلزمات طبية، خدمات صحية، نقل بعض من الأفراد اللي يحتاجوا إلى تقديم إسناد علاجي عاجل، هذه في المرحلة الحالية. لكن الساعات القادمة والأيام القادمة أعتقد هتشهد عندما تؤتي هذه الاتصالات وهذه المشاورات ضغطا على الجانب الإسرائيلي وضبط للأوضاع في الداخل الفلسطيني، ربما تتشكل بالفعل مسار للتهدئة يمكن للقاهرة كما اعتدنا عليها دائما أن تنجزه في أسرع وقت إن شاء الله. نعم، ماذا عن الخطوط الحمراء بالنسبة لمصر فيما يخص الحدود المصرية، عدم عبور أي من الأشقاء الفلسطينيين كما يثار من أخبار وتنفى بعد ذلك إلى سيناء؟ يعني عندما حاول بعض من الأطراف الإسرائيلية إطلاق تصريحات مجهلة حول دفع الأشقاء الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة، والبعض منهم ذكر سيناء بالاسم والبعض لم يذكر وتحدث عن ضرورة مغادرة من أجل أن تقصف الطائرات الإسرائيلية قطاع غزة،
أعتقد الأصوات الرسمية المصرية كانت حاسمة وكانت لها رؤية الجميع المصريون ودول الفلسطينيين أيضا يتفهموا هذه الرؤية المصرية الكاملة، وأن حديث من هذا النوع هو رصاصة في قلب القضية الفلسطينية وتعجيل بتصفية هذه القضية، وهي هدف لا ترضى القاهرة على تحقيقه على الإطلاق، بل وتعمل على عدم تحققه وتخلق من المسارات ومن المفاوضات السياسية ما يعيد الأمر لرشده. ثم أتى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وحسم الأمر أول من أمس بألفاظ لا تقبل التأويل، ووصلت الرسائل المصرية بشكل قوي إلى كافة الأطراف مما دفعها للتراجع عن إطلاق مثل هذه التصريحات وقنابل الاختبار هنا أو هناك، ووضعت المحددات المصرية التي تتعلق بالأمن القومي المصري على المائدة، ولن يكون هناك تجاوز لأي طرف في هذا الإطار وفق ما نتابعه ونرتبه على مدار الساعة. أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.